اخواني اخواتي، السلام عليكم. مرحبا بكم معايا مره اخرى في مطبخ الشيف مجيد. اليوم غندير لكم وصفه من المطبخ المغربي كنستعملوها بزاف، خاصه مع وصفات الدجاج وبعض الوصفات اخرى. مهم، هذه الوصفه هذه كتعتمد على الحامض، اذا بلا شك هتكونوا عرفتوها، هي الحامض المخلل او المصير. قبل ما نبداو هذه الوصفه، اول حاجه غادي نشير ليها بالنسبه للحامض اللي غادي نستعمله، ضروري يكون الحامض البلدي. علاش الحامض البلدي؟ لان الحامض البلدي كيكون عنده القشره ديالو رقيقه وكتكون قليله، يعني المروريه ديالها ما كتكونش قويه بحال الليمون العادي، الحامض العادي. والحامض كاين اللي كيقول ليه ليمون، كاين اللي كيقول ليه الحامض. اذا على بركه الله غادي نشوفوا المقادير ديال هذه الوصفه ديالنا. طبيعة الحال قلت غادي يحتاجوا الحامض، وغادي يحتاجوا الملحه، وعندنا هنا واحد القاروره غتكون معقمه. بالنسبه للحامض كما قلت لكم كنستعملوا الحامض البلدي، يعني انا حاولت نقلب عليه حتى لقيت هذا، لان هذا الفصل كيكون فيه الحامض قليل بهذا الشكل هذا. اذا اول حاجه غادي نديروا هاد الحمض هذا، فاش نجيبوه غادي نديروه نقعوه في الماء، يعني نخليوه في الماء لمده 24 ساعه. علاش؟ باش يحيد لينا داك اي حاجه اوساخ اللي كانت فيه ترطب، تحيد نغسلوه، وحتى المذاق المر اللي كيكون فيه كيتحيد مع داك الماء، ودوك الغازات اللي كيكون فيه حتى هما راه كيتحيدوا بهذه الطريقه. اذا ملي غسلناه المره الاولى مزيان، المره الثانيه حطيناه في الماء لمده 24 ساعه، حيدناه غسلناه مزيان. اذا قبل ما نبداو بالنسبه لهذا الحامض المصير ديالنا، غادي نمسحوه مزيان، يعني بواحد المنديل يكون نقي عندنا، ويتمسح بمعنى كلمه ما نخليوه فيه حتى نقطه ديال الماء. وبالنسبه للملحه، الملحه اي نوع الملحه ما كاين مشكل، غير نحاول نتفاداو الملحه ديال الطبله اللي كنحطو في الطاوله عندنا، ما نحاولش نديروها، تكون عندنا شي معلقه، تكون ملحه تكون غليظه شويه. ولكل حامضه تقريبا كنستعملوا ملعقه ونصف كميه ديال الملحه ديالها. انا هذا المصير هذا اللي غندير اليوم غادي نوريكم الطريقه ديالو، وغنوريكم طريقه اخرى اللي كتستعمل باش كيديروها للطنجيات، كيديروها بعض الاكل المغربيه العتيقه، اللي هي كيسميوه الحامض المصير الحايل. شنو هو الحايل؟ يعني مر عليه سنه، لكن رغم انه كيقولوها مرت عليه سنه، الا راه كاين حاجه ما بينوهاش، اللي هي اللي غادي نبين اليوم في هاد الوصفه ان شاء الله. اذا غادي نمسحوه هنايا، نمسحوه مزيان، وغادي ندوزو للمرحله الثانيه، ونتلاقاو من بعد ما نكمل المسيح ديالو. كيما كنقول يتمسح حتى يولي ناشف بمعنى الكلمه. اذا بعد ما مسحنا الحامض وتاكدنا انه ما فيهش حتى نقطه ديال الماء، غادي نجيبو السكين ديالنا الموس، ما غاديش نقطعو، كاين اللي كيقطعو كيقول قطعو على 4 او 5 قطيعات بحال هكا، انا لا، الطريقه اللي غنديرو غيجي بحال هكا، وحده جوج ثلاثه اربعه، يعني 4 قطعات بحال هكا. نعاود اخرى نفس الشيء، نعاود معكم وحده فقط، نردو البال لا نضربو يدينا بالموس، ثلاثة أربعة. إذا غندوزو كل هاد الحامض بنفس الطريقة اللي درنا، وكاين اللي كيبغي ينسم هاد الحامض ديالو كينسمو بورق اللورا أو ينسمو بالثوم، لكن في ديك الحالات كيحتم عليه أنه يستعملو لبعض الأشياء الأكلات اللي كيكون فيهم المذاق نتاع اللورا والمذاق نتاع الثوم. لذلك أنا كنفضل أنه يبقى فقط عادي بالملحة ديالو باش نستعملوه لأي حاجة بغينا. إذا بعد ما نكمل الحامض ديالي نتلاقاو ان شاء الله. واسهل طريقه باش نعوض باش ما نجرحوش راسنا او نضرب الموس، نحطوه هكا على الطاوله معاك اللي كتكتبو فيها، ثلاثه اربعه، يعني شيء سهل. وبالنسبة لهذه الوصفة هذه كنتهناو أننا كناخدو من محلات ما عرفناش واش فيه صودا أو فيه مواد حافظة أو أي شيء، يعني كنعرفو أش درنا وأش كلينا.
إذن من بعد ما قطعنا اللحم ديالنا أو بالأحرى تقمناه، غندوزو للمرحلة الموالية اللي هي أننا نحطو في القارورة. بطبيعة الحال هاد القارورة معقمة. أول حاجة غنديرو الملح والإنسان اللي كيخدم دائما هاد الحامض ياخد العين اعتبار أنه مالح، يعني الحاجة اللي دارها يرد البال من الملحة ما يكترهاش أو بالأحرى ما يتيرهاش حتى طيب الحاجة ويشوف المذاق، لأن الحامض كيكون مالح بالأخص إلا كان يعني مرقد كمية كبيرة ديال الملحة. بسم الله غادي نحطو عادي، ماشي ضرورنا نستفوه كي بغينا، يعني غير نحطو عادي ونحطو ملحة من فوق منه بحال هكا كما قلت، معلقة ونص تقريبا لكل حامضة. انا درت كمية صغيرة هنايا، حتى الا حطينا نحاولو يشد بلاصتو وما نعصروش، ما يتعصرش لينا. نضيف ليه الملحة اللي بقات، الملحة عبرتها، دابا ملي عمرنا القرعة ديالنا غادي نعمرها بالماء ونغطيو الحامض لهذا المستوى، يعني تكون هذه الحامضة الأخيرة اللي عندنا مغطية. من بعد غادي نضيفو فوق منها 4 أو 5 ملاعق من زيت الزيتون ونغطيوها لمدة على الأقل 4 أسابيع في الوقت اللي كيكون عندنا يعني فصل الشتاء، و3 أسابيع في فصل الصيف. لكن نصيحتي بالنسبة لهاد الوصفة هذه أو الطريقة ديال الحامض المخلل، أننا ملي كتوجد عندنا الحاجة ما كنستعملوش يدينا ملي نبغيو نهزو، دائما نستعملو ملعقة أو فرشاة تكون نظيفة، ولا درناها ما نعاودوش نحطو نستعملو الحاجة ونردوها هكاك باش كنفسدو الحامض ديالنا وكيخسر. إذا غادي نعمرها بالماء وغادي نغطيها بالزيت وغادي نشوفو الشكل اللي قلت لكم كي غادي يكون. هنا كنشوفو الماء مغطي كلشي الحامض، غنضيفو ليه شوية ديال الزيت، واخا كبيناه مثلا ونزل الزيت او حاجه ففي الاخر غادي يطلع لينا هاد الزيت ما غاديش يبقى لينا في التحت، لان بالقاعده اللي كنعرفو كيكون فوق الماء. علاش درت الزيت هنا من الفوق؟ باش نحاول داك الكونتاكت يعني الاحتكاك ديال الهواء مع الماء ما يكونش او مع الحامض ما يكونش، حيت هاد الزيت بهذه الطريقه تيما كنحافظوا بها على اي حاجه ما بغيناش يمسها الهواء كنحتفظوا بها بالزيت كنديروا فوق منها، كما ما كانت الطريقه القديمه اللي كيجيبوا مطيشه مثلا المصبره ديال المطيشه وما كاينش الثلاجات ما كاين الحوايج اللي يحافظوا لنا على ديك مطيشه لمده معينه، كان كيكبوا فوق منها الزيت ما كيخليو حتى حاجه تكون في الفوق الا الزيت، وكنحتفظوا بها تقريبا لمده 4 أو 5 أيام ما كيوقع لها حتى حاجه. غادي نغطيها ونحاول نحكمها مزيان باش ما يدخلش ليها اي حاجه، وكاين اللي كيستعمل توب من فوق من تحت من هذا كاين اللي كيستعمل، لكن انا هذا كنستعملته مرات يعني كنتيق في الطريقه ديالو كي قلت. وغادي نحتفظ به، اذا غادي نحتفظوا به في بلاصه يعني اللي ما بقاوش نحلوه او حاجه حتى تدوز المده اللي قلنا. كما قلت لكم بالنسبه للحمض الحي اللي هو هذا اللي كتشوفوا كيفاش حتى وجدناه وكيفاش صبح لينا بهذا الشكل هذا، بعد ما مرت الاسابيع اللي قلت يعني 3 حتى 4 الاسابيع صبح الشكل ديال الحمض المخلل او المصير على هذا الشكل. ملي كنجبدوه من داك الماء المملح كنحاولوا نعصروه شويه بحال هكا حتى كيخرج الماء، ما كنخليوهش فيه وكنخليوه ليله كامله فوق ماشي شبكه، يعني حتى كسكاس او صفايه او حاجه حتى كيتسقط الماء كامل وكيوجد لينا. ملي كيوجد هذيك الحاله اش كنديروا؟ كنجيبوا قاروره او قرعه بحال هادي كنحطوه فيها، بطبيعه الحال يدينا كتكون مغسوله القاروره عندنا معقمه، وكنحطو هاد الحمض
نرجعوه للقلعة عندنا. المهم انا خديت كمية صغيرة غير باش نوريكم، وكنحاولو نغطيوه بزيت الزيتون. ملي كنغطيوه بزيت الزيتون كنغطيوه على الاقل ما كنحلوش عليه لمدة اسبوعين مع هاد زيت الزيتون، حتى كنشوفو اللون ديالو بدا كيتغير. اشنو هي الميزة ديال هاد الحامض هذا اللي كنصوبو؟ اذا نشوفو على الشكل هذا، وغطيو. بالنسبة لهذا هاد الزيت هاد الحامض اللي درنا، عندو واحد الحاجة خصنا نحترموها، كاين واحد الحاجة خصنا نحترموها فن، هي اننا نحطوه في بلاصة تكون مظلمة، يعني ما يكونش فيها احتكاك مباشر مع الأشعة، سواء حتى المصابيح او شي يكون مخبي فيها حتى نبداو نستعملوه. وديما القاعدة اللي كنقول الا كنستعملوه دائما نستعملو الفرشاة باش نهزو، ما نديروش يدينا مباشرة، واخا نغسلوها ما نديروهاش مباشرة باش نحتافظو عليه يعني في الطريقة ديال ليجيان، ما يكونش حتى شي ضرر بالنسبة للاستعمال ديالو. هاد الحامض هذا كيولي لنا على هاد الشكل، كيتغير اللون ديالو وكنطيبو به فقط. الميزة ديال هذا اننا عوض في بعض الاحيان كنستعملو نص حامضة للوصفة كاملة، هذا لا كنستعملو فيه النص ديال الكمية اللي كنديرو، دائما هذا كنستعملو فيه نصف الكمية لانه كيكون مالح ومعسل. كتشوفو هنايا كيبان شيء رائع، والرائحة ديالو رائعة بمعنى الكلمة. انا هذا استعملته بالحمض العادي حيت ما قدرش نحصل على الحمض البلدي، لان بطبيعة الانسان كيكون في الغربة ولا حاجة ما كيكونش عنده سهولة باش يجيب اشياء من البلاد، كيكون على شكل وراه الريحة ديالو جيدة. حاجة ثانية بالنسبة لزيت الزيتون اللي كنستعملوه او اللي كنديروه في هذا الحمض، يمكن لنا نطيبو به مثلا باش كيبقى لنا كمية كنطيبو به وكيعطينا نفس المذاق نتاع الحمض المخلل في الوصفات ديالنا. نتمنى من الله ان هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم، وما تنساوش جيم بارتاج والاشتراك بالنسبه للناس الجداد، ونتلاقاو في وصفه جديده في مطبخ الشيف مجيد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.